بكلمة خلص الوقت تجاوز. في مصالحة قادمة بين تركيا ونظام الأسد. نظام الأسد نظام هش. بس بكلمة لا يستطيع أن يقوم بتصالح. يمكن أن يكون أداة من أدوات مشروع يدار ما بين روسيا وتركيا وآخرين في المنطقة. رايحين لمصالحة ولا لا بحسب فهمك ومتابعتك؟ أنا بتصوري استقرار سوريا لا يكون باستمرار بشار الأسد. ما بدك تجاوبني. وإنما يكون من خلال حل سياسي حتى تستقل سوريا ويعود السوريين. بس تركيا أردوغان رايحين لمصالحة. في حال استمرار وجود بشار الأسد لن يعود سوري واحد إلى سوريا في ظل استمرار وجود بشار الأسد. هذه حقيقة تقرأها تركيا. أحترم ما تريد. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ ياسر النجار. مشاهدينا بدأنا بالأقصى المبارك ونختم مع الأقصى المبارك وهذه المشاهد قبل قليل من هناك حيث صلى عشرات الآلاف من أهلنا الصامدين. حياهم الله، ثبتهم الله، نصرهم الله. دمتم مشاهدينا في أمان الله.